السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز اخباري جديد ياتي حضراتكم من القاهرة، اهلا بكم. اكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي انه يتم حاليا التنسيق مع السلطة التشريعية بهدف الوصول الى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بملف الايجارات القديمة. وخلال ترأسه لاجتماع الأسبوعية لمجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى زيارة الرئيس السيسي للعاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 24، منوها بما شهدته الزيارة من لقاءات واجتماعات مهمة. وكذلك أشار لاستقبال الرئيس السيسي للرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جلا. أقيم العرض الخاص للمسرحية الكوميدية كنز الدنيا وسط حضور كبير من رموز الصحافة والإعلام المصريين، فضلا عن عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. مسرحية كنز الدنيا يشارك في بطولتها ويتولى إخراجها الفنان الكبير أشرف عبد الباقي. وتدور مسرحية كنز الدنيا في إطار اجتماعي وتناقش نظرة المجتمع لذوي القدرات الخاصة، وتظهر مدى قدراتهم وإمكاناتهم للنجاح في جميع المجالات. سيادة الرئيس قال ان هو قال ما تاخدها معاك في اللوكان ده، شاف حاجه كده لانه رهان يعني. ولما قال كده انا اتبسطت جدا، فلما خدني في المسرحيه انا اتبسطت وشرف ليا ان انا اشتغل معاه. الرساله هي ايه؟ اللي احنا نقدر احنا كاحتياجات خاصه نقدر نعمل كل حاجه، واحتياجات خاصه عدم التحدي والاراده دي اللي احنا فعلا قد التحدي، وكلنا هنعمل وهنوصل لمستقبلنا ان شاء الله. بجد انا مبسوطه قوي علشان من وانا صغيره دايما كنت بتخيل ان انا واقفه على المسرح مع استاذ اشرف عبد الباقي، ويعني انا مش متخيله ان انا فعلا دلوقتي بعمل اللي انا طول عمري بتمناه. احساس من القلب، احساس اكبر من كلمه حب. اولا انا باشرف النهارده ان نكون وزاره التضامن الاجتماعي شراكه وطيده ووثيقه مع شركه متحده لخدمات الاعلام. الحقيقه احنا يعني كنا سعداء جدا ان احنا نشترك مع بعضنا البعض عشان من خلال الفن نقدر ندعو لفكره ان ذوي الاعاقه ليسوا ذوي اعاقه، ذوي قدرات مختلفه، ذوي همم، ذوي عزيمه قويه. فكره العرض لما كان في العرض اللي هو كان باسم قادرون باختلاف، وانا حضرت وكان ليا الشرف ان انا اسال سياده الرئيس من خلال الشباب اللي كانوا موجودين معانا، فاتعرفت بيهم وكنت حابب قوي ان انا اعمل معاهم حاجه، فجت الفكره ان احنا نعمل مسرحيه يبقى فيها كل الشباب، كل بيت ممكن بيبقى فيه حد بنتقبل وجوده بالحاله اللي ربنا خلقه بيها، وبالتالي ازاي نتعامل معاه، ازاي ما نحسش بان في حاجه غريبه. احساس ان انت معايا ده دايما بيطمني، وفي وقت الجد بتكون لي سند وايديك تتمد. الرسالة دي أنا كنت منتظراها من سنين وسنين، لأن أنا قبل ما أكون في مجلس النواب أو أشتغل في المجتمع المدني أم لشاب من ذوي الإعاقة، إعاقة ذهنية عمره 41 سنة، فمعصرة قضية إعاقة من 40 سنة، وشفت النقلة كبيرة جدا من ما كانت قضية مهمشة لقضية ظهرت على أرض الواقع، قضية أولادنا بيحصلوا فيها على حقوقهم في وجود قانون أصدره فخامة الرئيس في 2018. ومعايا تملي وعمرك ما تخلت يوم عني، في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش، لو أقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. عاجبني قوي مسرحة جدا، أنا فخور قوي مع أشرف عبد الباقي ودوره حبيبة ده،
ممثل كويس مسرح مصر مع أس كنا بنتدرب على طول، ما كناش بنوقف، ولو في حاجة غلط كنا بنقولها لبعض علشان نقدر نحسن من نفسنا أكتر أكتر. وكنت بتقول إيه؟ مين جمال مش مثال، جميل جمال مش مثال، جميل جمال مثال مثال ماشي. هو عامل واحد اسمه إيه جميل، وهو بيقول اسمه جميل جمال، مالوش قولها قولها كده، جميل جميل جمال مش مثال. أنت هتترقص قدام الكاميرات؟ عيب عيب تترقص. لو اقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش ما تكفيش، شكرا ما تكفيش، شكرا ما تكفيش. والحسن الحظ عرض ممتاز جدا جدا جدا، وانا فرحانة بيه جدا والله، و بالاطفال يعني والشباب اللي هم ذوي الهمم. انا واحده من الجمهور واتبسطت جدا بالمسرحيه النهارده، الرساله وصلت ووصلت بشكل يعني دقيق ومباشر وفرحتنا واسعدتنا وخلتنا برضو نتفاعل معها باحساسنا، ويعني بجد هم عملوا مجهود اكتر من رائع بصراحه. وقت ما بحتاج لك تبقى معايا ما بتسيبنيش، لو اقول لك شكرا قالت وزارة الخارجية إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وتؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده من دون تدخلات أو إملاءات خارجية. وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيانه بدور المؤسسات الليبية واطلاعها بمسؤولياتها، بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق السخيرات، مع الأخذ في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة دوره الرقابي عليها. هذا الخبر العاجل، حيث يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة محيط واحد، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تعنى بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلا عن دعم مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام وحشد التمويل له. وصرح المتحدث الرسمي بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث المهم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ماكرون ضمن عدد محدود من رؤساء الدول والحكومات المهتمين بالعمل الدولي لمواجهة التدهور البيئي، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن الدور المصري الحيوي إقليميا ودوليا في إطار الجهود والمبادرات الساعية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وحماية البيئة البحرية، والذي سيتوج باستضافتها للدورة 27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الجاري.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال قمة محيط واحد على تأثير تغير المناخ على التوازن البيئي في البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، ومن ثم اعتزام مصر إلقاء الضوء خلال قمة تغير المناخ في شرم الشيخ على الدور الذي يمكن للمحيطات أن تلعبه في خفض الانبعاثات والمساهمة في بناء اقتصاديات منخفضة الكربون، بالإضافة إلى أهمية تعزيز جهود خفض الانبعاثات في قطاع النقل البحري والتي تساهم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ. كما يتضمن برنامج زيارة السيد الرئيس إلى فرنسا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويجتمع السيد الرئيس أيضا على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية. مشاهدينا، كان هذا كل ما لدينا من أخبار في هذا الموجز. للمزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعتنا من خلال موقعنا على الإنترنت extranews.tv. يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.